الله، ازيكم؟ السنة رابعة عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنبدأ مع بعض الترم الجديد، وهنبدأ مع بعض بمراجعة الفصول. أول حاجة خدناها قبل كده واتفقنا مع بعض، خدنا يعني ايه الكسر. اتفقنا مع بعض الكسر، كنت باخد الكسر قلت إن الكسر هو عدد أقل من الواحد الصحيح، بس العدد ده أنا بحطه في صورة بسط المقام. يعني ايه يا مس؟ أنا خدت الأعداد الصحيحة اللي عندي اللي هي الواحد الاثنين التلاتة الأربعة، معنى كده إن الكسر ده أقل من الواحد، بس بحطه في صورة بسط المقام، ومن اسمه كسر يعني حاجة مش سليمة. طب أحطه في صورة بسط المقام إزاي؟ تعالوا ناخد مع بعض مثال. لو معايا واحد وقسمته على الاتنين، يبقى كل واحد معايا هياخد نص. تعالوا مع بعض نشوف هنكتب النص إزاي. هكتب الواحد في البسط والاتنين في المقام، يبقى الكسر عندي اسمه نص، اللي فوق بسميه بسط واللي تحت بسميه مقام، يبقى الكسر ده كله بسميه كسر. طب لو خدت الواحد وقسمته على تلاتة هيديني تلت. البسط واحد والمقام تلاتة. لو خدت واحد وقسمته على الأربعة، كل واحد هياخد ربع، يبقى واحد على الأربعة بسمي الواحد بسط والمقام أربعة، وده كله بسميه كسر. فممكن أكتبه بصورة تانية، مش شرط البسط عندي يكون واحد، ممكن أكتب اتنين على خمسة، ثلاثة على سبعة. أهم حاجة عندي إن يكون في عندي بسط وعندي مقام، البسط فوق والمقام تحت. طب تعالوا مع بعض نشوف الكسور المتساوية إزاي. هجيب معايا الكسور المتساوية، عندي كسر وعايزة أجيب أكتر من كسر مساوي لي. لو شفنا مع بعض عندي الواحد، ممكن أجيب له كسور تانية متساوية. الواحد عندي ده عبارة عن إيه؟ اتنين بقسم على الاتنين هتديني واحد صحيح. لو خدت التلاتة قسمتها على التلاتة هتديني واحد، أربعة هقسمهم على الأربعة هيديني واحد صحيح. طب أنا ملاحظة إيه؟ البسط عندي بيساوي المقام، يبقى الناتج عندي بيديني واحد. يبقى لو قال لي عايز الكسور المتساوية للواحد الصحيح هتبقى عبارة عن اتنين على اتنين، تلاتة على تلاتة، أربعة على أربعة، خمستاشر على خمستاشر، البسط بيكون مساوي للمقام. طب لاحظنا إيه عندي في الكسور المتساوية اللي أنا جبتها؟ تعالوا نبص مع بعض كده الاتنين على الاتنين. أنا جبت اتنين على الاتنين إزاي؟ نبص عندي العدد اللي عندي واحد صحيح، لو ضربت الواحد البسط ضربته في اتنين، والمقام ضربته في اتنين، واحد في اتنين هيديني اتنين. طب الواحد الصحيح ده مقامه أصلا واحد، لو ضربت الواحد في اتنين هيديني اتنين. طب لو ضربت الواحد في تلاتة، معنى كده ان انا بضرب البسط والمقام في نفس العدد. يبقى عشان اجيب الكسور المتساوية لأي كسر عندي بضرب البسط والمقام في نفس العدد. هضرب في اتنين هضرب البسط والمقام، هضرب في تلاتة البسط والمقام، يبقى لازم اضرب عندي البسط والمقام في نفس العدد. طب تعالوا مع بعض نشوف التلاتة على التلاتة جت ازاي. لو ضربت الواحد في تلاتة هتديني تلاتة، الواحد في تلاتة هتديني تلاتة، واحد في أربعة هتديني أربعة، واحد في أربعة هتديني أربعة. طب لو عايز أضرب واحد في خمستاشر هتديني خمستاشر، والمقام عندي واحد هضربه في خمستاشر هيديني خمستاشر. معنى كده إن كل الكسور دي عندي متساوية. طب لو جاب لي عدد تاني غير الواحد، يبقى أنا عرفت القاعدة عندي إن أنا هضرب البسط والمقام في نفس العدد. طب تعالوا مع بعض نشوف الاتنين. عندي اتنين، يعني إيه اتنين؟ يعني عندي البسط ضعف المقام، يعني البسط قد المقام مرتين. يعني لو قلت قسمت أربعة على الاتنين هتديني اتنين، ستة قسمتهم على التلاتة هتديني اتنين، تمانية قسمتها على الأربعة هتديني اتنين. طب أنا مش فاهمة دي يا مس، وعايزة أستخدم القاعدة اللي إحنا اتعودنا عليها. هاخد الاتنين اللي هي العدد الصحيح اللي عندي وأضربه في أي عدد، بس بشرط العدد اللي هضربه في البسط يكون نفسه اللي هضربه في المقام. تعالوا مع بعض نجرب ونشوف. عايزة أضرب اتنين في خمسة، اتنين في خمسة هتديني عشرة. طب المقام البسط عندي اتنين، مقام الاتنين واحد، انا ضربت في خمسة الاتنين، يبقى الواحد لازم اضربه في خمسة، يبقى الناتج عندي خمسة، يبقى عشرة على خمسة بتساوي الاتنين. طب تعالوا مع بعض نشوف كسور تانية ازاي اجيب الكسور المتساوية ليه. لو قلت عندي نص واحد على الاتنين، هنستخدم نفس القاعدة عندي، هختار أي عدد صحيح عندي وأضرب فيه. نضرب مثلا في أربعة، زي ما ضربت في البسط هضرب في المقام، يبقى واحد في أربعة تديني أربعة،
اتنين في اربعة هتديني تمانية، معنى كده انه النص بتساوي اربعة على تمانية. طب لو عايزة اجيب كسر تاني هضرب في اي عدد تاني، زي ما بضرب في البسط هضرب في المقام، نضرب في ستة، بضرب الواحد في ستة هتديني ستة، اتنين في ستة هتديني اتناشر، يبقى النص هتساوي اربعة على تمانية هتساوي ستة على اتناشر. ممكن اجيب كسر تاني بيساويهم، ممكن اضرب في خمسة، واحد في خمسة بخمسة، واثنين في خمسة بعشرة. تلاتة على خمسة هستخدم نفس القاعدة، هضرب البسط والمقام في نفس العدد. تعالوا مع بعض نضرب ونشوف، لو ضربت في اتنين بسط ومقام، تلاتة في اتنين هتديني ستة، واتنين في خمسة هتديني عشرة. لو عايزه اجيب كسر تاني مساوي ليه هختار اي عدد، مش شرط عدد معين، اي عدد صحيح وبضرب فيه. هضرب مثلا في 4، 3 في 4 هتديني 12، 5 في 4 هتديني 20. اتفقنا مع بعض؟ شرط القاعده عندي العدد اللي بضرب فيه في البسط بضرب فيه في المقام. تعالوا مع بعض نضرب 3 في 6، 3 في 6 هتديني 18، و5 في 6 هتديني 30. يبقى عرفت معاكم ازاي بجيب الكسور المتساوية، بضرب البسط والمقام في نفس العدد. وعرفت يعني ايه كسر؟ تعالوا مع بعض نتعرف على التبسيط. يعني ايه احط كسر في ابسط صورة؟ احط كسر في ابسط صورة يعني انا عايزة اطلع كسر عندي ما ينفعش ابسطه اكتر من كده. طب تعالوا مع بعض نشوف هنبسط ازاي ونجيب الكسر في ابسط صورة. اول حاجة باخد البسط اللي عندي ال 25، بشوف عندي عوامل ال 25. اتفقنا مع بعض عشان اجيب عوامل ال 25 الاعداد اللي هضربها ببعض تديني 25. كنت بضرب كام في كام يديني 25؟ كان عندي 1 في 25 وعندي 5 في 5. جبت عوامل ال 25 اللي هي الواحد وال 25 والخمسة، يبقى عندي عوامل ال 25 الواحد وال 25 والخمسة. ال 35 عوامل ال 35 يعني الأعداد اللي هضربها ببعض تديني 35، قلنا الواحد في 35 والخمسة في 7، يبقى عندي عوامل ال 35 هي الواحد، ما بقولش واحد فيه، بقول واحد و 35 وعندي 5 و 7. يبقى أول خطوة عندي بجيب عوامل البسط وعوامل المقام. طب الواحد ده هيفيدني في حاجة؟ أنا لو قسمت على الواحد يبقى أنا ما غيرتش الكسر عندي وما بسطتش الكسر، يبقى أنا مش هحتاجه في حاجة، أنا بعرف بيه بس العدد التاني. يبقى عندي عوامل 25 اللي أنا هجيبها، عندي ال 25 وال 5، عندي عوامل ال 35 اللي أنا ممكن أحتاجها، ال 35 وال 5 و7. بعد كده بدور على العوامل المشتركة، بيبقى عندي عوامل مشتركة يعني عوامل موجودة في البسط وعوامل موجودة في المقام. كل العوامل بحتاجها ولا العامل الأكبر؟ أنا بختار بس العامل الأكبر. أنا عندي هنا مفيش غير الخمسة، يبقى عندي الخمسة في البسط والخمسة في المقام، معنى كده إن أنا هقسم على الخمسة وعلى الخمسة. لو قسمت 25 على الخمسة هتديني 5، ولو قسمت 35 على الخمسة هتديني 7. يبقى كده أنا بسطت ال 25 على 35 لخمسة على 7. تعالوا مع بعض نشوف مثال تاني. عوامل ال 12، ال 12 الواحد في 12 يبقى الواحد وال 12، التلاتة في الأربعة يبقى التلاتة والأربعة، الاتنين في ستة يبقى الاتنين والستة، كل دي عوامل ال 12. تعالوا مع بعض نشوف عوامل ال 36، ال 36 عندي واحد في 36، عندي ستة في ستة، يبقى عندي الواحد وال 36 والستة، عندي التلاتة في 12 يبقى التلاتة وال 12. تعالوا مع بعض نشوف أكبر عامل في العوامل اللي أنا خدتها. عندي العوامل المشتركة إيه؟ عندي الواحد عامل مشترك ده أنا مش هحتاج، عندي التلاتة مشتركة بين عوامل ال 12 وعوامل ال 36، وعندي الستة مشترك وعندي ال 12. أنا بختار، قلت بختار العامل المشترك الأكبر، يبقى أنا هقسم على ال 12، هقسم البسط على 12 والمقام على 12. 12 على 12 هتديني 1، 36 على 12 هتديني 3.
21 على ال 42 هستخدم نفس الطريقة وبنفس الطريقة بطلع الناتج. تعالوا مع بعض نشوف عوامل ال 21 وعوامل ال 42. ال 21 عارفين كلنا الواحد وال 21 الثلاثة والسبعة. ال 42 عندي الستة في سبعة ب 42 وعندي الواحد وعندي ال 42. يبقى أنا عندي عوامل مشتركة بين ال 21 وال 42، إيه العوامل المشتركة؟ عندي السبعة، يبقى أنا هقسم على السبعة في البسط وهقسم على السبعة في المقام. 21 على السبعة هيديني 3 و 42 على السبعة هيديني 6. طب أنا عندي 3 على الستة، هي دي أبسط صورة يا مس؟ لا دي مش أبسط صورة، أنا ممكن أبسط أكتر من كده. طب عندي 3 في البسط و 6 في المقام، هل الستة ممكن أقسم مع التلاتة؟ أو ممكن أقسم مع التلاتة ليه؟ أنا عندي التلاتة عبارة عن إيه؟ واحد في تلاتة، والستة عبارة عن اتنين في تلاتة، يبقى أنا عندي التلاتة مشترك بين التلاتة والستة، يبقى أنا ممكن أقسم على التلاتة هتديني الواحد، ممكن أقسم على التلاتة هتديني الاتنين، يبقى الناتج عندي بنص. 22 على ال 33 بنفس الطريقة هجيب عوامل ال 22 عبارة عن 2 في 11 يبقى ال 2 وال 11 عندي ال 1 وال 22، ال 33 عندي ال 1 وال 33 وال 3 وال 11، يبقى أنا عندي العامل المشترك الأكبر هنا هو ال 11، يبقى أنا هقسم على ال 11 في البسط وعلى ال 11 في المقام. 22 على ال 11 هيديني 2 و 33 على ال 11 هيديني 3، ودي ابسط صورة عندي. تعالوا نشوف مع بعض 27 على ال 3، بناخد امثلة كتير عشان تثبت معانا ونعرف ازاي بنبسط. ال 27 على ال 3 هنجيب عوامل ال 27، عندي ال 27 1 في 27، عندي 3 في 9، ال 30 عبارة عن 3 في 10 و1 في 30، يبقى أنا عندي العامل المشترك بين ال 27 وال 30 هو ال 3، يبقى أنا هقسم على ال 3 في البسط وعلى ال 3 في المقام، يديني 9 على 10. 36 على ال 42 هنجيب مع بعض عوامل ال 36، عوامل ال 36 عندي الواحد وال 36 وعندي الستة، يبقى الواحد وال 36 والستة. ال 42 عواملها واحد و 42 وعندي الستة في سبعة، يبقى الستة والسبعة. العامل المشترك الأكبر عندي هو الستة، يبقى أنا هقسم على الستة في البسط وستة في المقام، على الستة هيديني ستة، على الستة هيديني سبعة، يبقى 36 على 42 هتديني ستة على السبعة. تعالوا مع بعض نشوف 150 على 300. اتفقنا مع بعض لو عندي أصفار في البسط وأصفار في المقام، يبقى أنا عندي لو نفس عدد الأصفار ممكن أطيرهم مع بعض. يعني إيه أطيرهم مع بعض يا مس؟ لو هطير صفر واحد معنى كده إن أنا بقسم على العشرة. طب تعالوا مع بعض هنقسم العدد ده على 10 هيديني 15، نقسم العدد ده على 10 هيديني 30، يبقى أنا بسطت شوية الكسر اللي عندي بقى 15 على 30. لو لاحظت ال 15 هي اصلا نص ال 30، انا ممكن اكتبها بنص على طول كده، او ممكن احلها بنفس الطريقه. عوامل ال 15 ال 3 في 5 وال 1 في 15. ال 30 عندي ال 2 في 15 وال 1 في 30 وعندي ال 5 في 6. لو حبيت اجيب اكبر عامل مشترك عندي هيطلع ال 15، هقسم على ال 15 في البسط والمقام، على ال 15 هيديني 1، 30 على ال 15 هيديني 2. وبكده نكون وضعنا الكسور في ابسط صوره. تعالوا مع بعض نشوف ازاي بنقارن بين الكسور. اول حاجه خدناها في المقارنه بين الكسور، يعني ايه بقارن بين الكسور؟ يعني بشوف الكسر الاكبر والكسر الاصغر. طب انا عندي الكسر في بسط وفي مقام، ازاي هقارن بينهم؟ اول حاجه هناخدها مع بعض لو كسور لها نفس المقام. لو عندي الكسرين لهم نفس المقام زي الكسر اللي قدامي، عندي ثلث وعندي 5 على 3، لو الكسرين لهم نفس المقام معنى
معنى كده ان البسط عندي هو اللي هيكون مختلف. لو البسط مختلف الكسور لها نفس المقام، انا على طول عارف ان الكسر الاكبر هو الكسر اللي بسطه اكبر. يبقى الكسر الاكبر هو الكسر اللي بسطه اكبر. عندي الواحد اصغر من الخمسة، يبقى الواحد على التلاتة اصغر من الخمسة على التلاتة. عندي المقامات عندي متساوية، يبقى الكسر الاكبر هو الكسر اللي بسطه اكبر. الاثنين اكبر من الواحد يبقى احط اكبر منه. طب لو جاب لي كسور لها نفس البسط، معنى كده ان عندي البسط هو اللي متساوي. البسط 3 و 3، يبقى انا عندي 3 على 4 و 3 على 6. تعالوا مع بعض نشوف هنحلها ازاي. زي الكسور اللي لها نفس المقام؟ لا، بتكون عكس الكسور اللي لها نفس المقام. يعني ايه عكسها؟ يعني الكسر الاكبر هو الكسر اللي مقامه اصغر. عندنا 4 اصغر من 6 بحط اكبر منه. عندنا هنا البسط زي البسط، معنى كده ان الكسور لها نفس البسط. يعني الكسر الاكبر هو الكسر اللي مقامه اصغر. عندنا التمانية اكبر من التلاتة، لا انا هعكس يا ميسي بحط اصغر من. معنى كده لو لقيت البسط زي البسط بعكس العلامة عندي. لو المقام اصغر بحط اكبر من، لو المقام اكبر بحط اصغر من، ولو اصغر بحط اكبر من. تعالوا مع بعض نشوف مثال تاني واللي ضع اكبر من او اصغر من او يساوي. 6 على 7 و 4 على 7. قبل ما احط اكبر من او اصغر من هشوف اللي متساوي عندي، البسط ولا المقام. عندي المقام زي المقام، يبقى الكسر الاكبر هو الكسر اللي بسطه اكبر. الستة اكبر من الاربعة احط اكبر من. نشوف الكسر اللي بعده، 7 على 8 و 7 على 5. عندي البسط زي البسط، يبقى الكسر الاكبر هو الكسر اللي مقامه اصغر. التمانية عندنا اكبر من الخمسة هحط اصغر من. بعكس على طول يا مثل لما يكون البسط زي البسط. فتعالوا مع بعض نشوف مثال تاني، 3 على 6 و 2 على 6. المقام زي المقام، لا انا البسط الكبير هو الكسر الكبير، يبقى التلاتة اكبر من الاثنين، يبقى التلات اسداس اكبر من السدسين. 3 على 4 و 9 على 12. تعالوا نشوف مع بعض، هل التلاتة بتساوي التسعة؟ لا. الأربعة بتساوي الاتناشر؟ لا. يبقى أنا عندي كسرين، ولا البسط بيساوي البسط ولا المقام بيساوي المقام. بس احنا لسه واخدين من شوية مس تبسيط الكسور. أنا ممكن أبسط التسعة على الاتناشر. التسعة أنا ممكن أقسمها على التلاتة. على التلاتة، يبقى زي ما قسمت البسط لازم أقسم المقام. 9 على 3 هتديني 3 و 12 على 3 هتديني 4. معنى كده ان 9 على 12 بتساوي 3 على 4. كسرين متساويين، يبقى هحط علامة يساوي. ويا رب تكونوا استفدتوا من المراجعة اللي احنا عملناها، وان شاء الله هنبدأ في الدرس الأول الحصة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.